شو بتوجهوا رسالة للمعلمين عندكم؟ إن إحنا بنحبه. أي أكتر معلم تحبه؟ سوسن صالح. عربي ورياضيات. لأنه لطيفة. لطيفة كتير؟ يعني شو بتوجه لرسالة؟ كل عام وأنت بخير. بحب أن أقول إلنا شكراً لك. كل عام وأنت بخير. طيب أي معلم بتحبه أكتر؟ أنس العربي. ليش؟ أنتم بتدرسنا. كل عام وأنت بخير. طيب أي أكتر معلمة بتحبه؟ المعلمة ضحى حميدور. بشكرهم لأنه هن اللي علمونا وبذلوا كل جهدهم لحتى يعلمونا كلهم، بس إنه إجانا أستاذ اسمه محسن كتير كويس وحبينا وتعلقنا فيه كتير كويس، وبوجه له شكر إنه كل عام هو بخير لأنه راح من مدرستنا. كل عام وهن بخير وإن شاء الله السنة الجاية بنكون على المراتب. الكل بس عندي أستاذ مميز اسمه أستاذ طارق، هو جاي من الشام وكتير كتير كويس بيعلمنا عربي. أنسة غادة صقور. أنسة شو هي؟ هي عربي رياضية. ليش بتحبها؟ شرحة كويس وبتعطي مديح. أستاذ طارق اللي معلمني العربي. ليش بتحبي؟ لأنه أنت بتحبي المادة ولا أعطاؤه حلو؟ أعطاؤه بحب المادة. نشكرهم على المجهود اللي بذلوه من شاننا. أنسة هند. أنسة عربي. ليش بتحبيها؟ لأنه بتعلمنا وبتعطف علينا، أنه بتعلمنا منيح ودائما بناخد عليها عشرات وبتطلعنا من شعر.